وهذا الموطن عند باب الجنة يبشرون ببشارة وهم داخلين. هم انت تخيل الان داخل مع الباب قاعد تشوف اشجار الجنة، تشوف انهار الجنة، تشوف قصور الجنة، تشوف نساء الجنة، تشوف ما قال عنه الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عند الباب إيش البشارة؟ الله عز وجل أحبابي في الله يقول: جنات عدن يدخلونها. اللهم اجعلنا من أهلها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله عز وجل قال لهؤلاء: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب شيخ منصور، الجنة فيها مدارس، فيها مدرس رياضيات، فيها وظيفة، فيها دوام، فيها صاحب عمارة يقول لك الأجار، فيها مرض، فيها هم، فيها غم، فيها موت. هل هذه الأشياء في ضيق الصدر، في حقد، في هذه الأشياء هذه اللي تكدر علينا معيشتنا في الحياة الدنيا موجودة في الجنة؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي هاي احبه صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا هاي اخوان صدقنا صدقنا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. طيب في الجنة في عزوبية؟ الله بصراحة الله عز وجل يقول: وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. أبشرك بشرى، بشر، حتى في الجنة إذا دخل المسلم والمؤمن ما في موت. الله. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.